تتواجدوا في الرواق ديال القوات الخاصة التابعة لمراقبة التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني، وحتى هذا الستوند هذا تيتميز بخصوصيات مهمة، خصوصا أنه تعرف واحد الإقبال ديال المواطنين ديال مدينة فاس وديال المغرب بصفة عامة، المواطنين اللي تهتموا كثيرا بالأسلحة وبالتقنيات الأخيرة اللي تعرفها هذا الرواق، يعني التقنيات والآليات الجديدة اللي تعرفها هذا الرواق. هذا التنظيم ديال الأبواب المفتوحة هو فرصة ديال التجاوب، وفرصة ديال يعني التقارب ما بين المواطن وما بين الشرطي وما بين الأمني، خصوصا أنه تنشوفوا في مدينة فاس المدينة العلمية العريقة أن مجموعة ديال المواطنين تطرحوا أسئلة باش تتحس بي أنه تبغي يعرف مجموعة ديال المسائل على رجل الأمن، على المهمات التي يقوم بها، خصوصا هنا في هذا الرواق هذا تيجي وتسولوا على العمليات، على الآليات اللي تخدموا بها الناس، واللي تيكونوا يعني دائما رائدين في العملية الاستباقية التي يقوموا بها، وكذلك لدحض كل عملية للمس بالأمن والسلامة ديال البلد ديالنا. بحال اللي قلنا هاد الفرصة هي فرصة في الحقيقة للمواطن اللي تيكون عنده إلمام وتيبغي يعرف يعني أي حاجة عندها علاقة بالشرطة وبالأمن والوسائل المستعملة خلال العمليات، واللي تيميز بحال اللي قلنا هاد القوات هادو أنهم قوات خاصة عندها واحد مجموعة ديال المجموعة ديال الخبرات، يعني كاين ناس قناصة، كاين ناس متسلقين، كاين ناس ديال الاقتحام، كاين ناس التقنيين اللي تيقوموا بالعمل ديال خاصين بالتجارات، يعني وكاين معدات ووسائل اللي تستعملها القوات الخاصة، حتى هي كاينه في الستوند اللي معروضة للمواطنين باش يعرفوا حتى السيارات ديالهم يعني والوسائل ديال التنقل كيفاش يتنقلوا كيفاش يعملوا. بصفة عامة هذا هو اللي عندي ما نقول لكم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الأيام تكون فيها الاستفادة أكثر بالنسبة للمواطن. والملاحظ هو أن دابا حنا غير فات الصبيحة الأولى من اليوم الأول من الأبواب المفتوحة، كاين واحد إقبال كثير جدا من المواطنين، وهذا الشيء يدل على شيء، فإنما يدل على أن المواطن وعى كثيرا بأن الأمن ديالو وهذا في هاد الناس هادو، ألوغ تيبغي يعرف حتى هو يعني الشادة والفادة على هاد الأجهزة اللي تتعرض للأسلحة ديالها وتعرض التقنيات اللي تتوفر عليها، وكذلك المعدات ديالها والوسائل اللوجستية ديالها.